أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، ووصفه بالخطوة التاريخية، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال الهندي، فيما أعلنت باكستان الحزن تزامنا مع هذه الذكرى وطالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث ملف كشمير. أزمة إقليم كشمير تلقي بظلالها على احتفالات الهند بعيد استقلالها، في حين اعتبرته باكستان يوماً أسود. ومن جهته شدد رئيس الوزراء الهندي على ضرورة قرار حكومته رفع المكانة الخاصة عن إقليم كشمير. نحن لا نؤمن بخلق المشاكل أو إطالتها، وخلال أقل من 70 يوما من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور أصبحت المادة 370 من الماضي، وجامو كشمير ولداخ ستصبحان مصدر إلهام كبير لرحلة نمو ورخاء وتقدم وسلام للهند. وأخذت الصين تلعب دورا في الصراع القائم بين نيودلهي وإسلام أباد، وطلبت رسميا من رئيس مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات لبحث الأوضاع في كشمير بناء على رسالة من باكستان، فيما أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تعترض على عقد الاجتماع، ولكن اشترط بأن يكون اجتماعا مغلقا. وفي وقت سابق كان رئيس وزراء باكستان عمر خان قد حذر خلال الاحتفال بعيد استقلال باكستان من مجزرة قد ترتكبها الهند في إقليم كشمير. لدى الجيش الباكستاني معلومات تفيد أنهم يخططون لشيء في كشمير الباكستانية، وهو جاهز وسيقوم برد قوي. قررنا أننا سنقاتل حتى النهاية إذا ارتكبت الهند أي انتهاك. الوقت حان لتلقين نيودلهي درسا. ويبقى الصراع على المحك بين الطرفين في انتظار صيغة توافقية لأعضاء مجلس الأمن 15 بشأن الوضع في كشمير.